يلا محمد شوف الساعة 10 نحط هذه الفقرة على هذه الدقيقة. لا لا لا, لا الساعة 10 أنا مرتبها من أول. إيش حاطي محمد؟ شيء كده حلو, مفاجأة جميلة, يعني مفاجآت حلوة. لا لا ما نبغى نحرق, أنا عارف جمهورك يا آمنة, وإن شاء الله إن شاء الله إنه يكون شيء حلو يعني يرتقي المسامحهم. يلا شباب نسجل برومو. أي برومو؟ برومو حلو الكلام. لا لا ما يحتاج, على نفس موعدنا ونشوف إيش عند محمد. أنت كده تخوفيني يا آمنة. تابعونا في حلول الكلام من الأحد الخميس من الساعة 10 إلى 2 الظهر معي أنا محمد العسيري وآمنة أبو الحسن.